اهلا وسهلا حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم غتتبعوا معايا هذا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم غادي نقول لكم رمضان مبارك سعيد، باش ما تمنيتوا ان شاء الله بالصحه والسلامه ويهز علينا ربي هذا الوباء يا ربي امين. وثاني حاجه اسمحوا لي انني شحال ما نزلت لكم فيديوهات بحكم ظروف وصافي، راه ماشي نسيتكم ولا شي حاجه، لا طبعا، فقط انني كان عندي ظروف اللي خلوني يعني مشغوله شي شويه على اليوتيوب، داكشي علاش ما يعني ما نزلت لا فيديوهات لا شي حاجه. المهم كيف دايرين نتوما؟ لاباس عليكم. كنشكر بزاف بزاف البنات اللي سقسوا فيا، شكرا لكم بزاف، شكرا على التعليق ديالكم الزوينه، الله يكبر بكم اخوتي. المهم لا فيديو ديال اليوم غيكون فيه صفوف، غادي نشارك معكم يعني الصفوف ديالنا، وقبلوا على خصكم سليمه، وقبلوا على التصوير، وقبلوا على كل شيء. المهم البنات قبل ما نبدا لا فيديو بغيت نتطرق لواحد المساله اللي غادي نخليها غير اونتر بارونتيز في هاد لا فيديو هادي، اللي غادي يكون ميساج لبزاف ديال خوتنا وخواتاتنا معنا في اليوتيوب. غادي نقول لكم الله يجازيكم بالخير، حنا في شهر الغفران، في شهر يعني ماشي في شهر ديال اننا نبقاو نشوفوا الانتقاد ونشوفوا يعني داك المعيور والسب والهضره في الناس، فعافاكم الله يجازيكم بالخير، تفادوا هذاك الشيء، خليونا نشوفوا شي حوايج زوينين، استغلوا هذا رمضان اننا كنكونوا كنوجدوا شي هوايات، اننا كنكونوا كنديروا بزاف ديال الحوايج، استغلوا قنواتكم في هذه المسائل هذه في التوعيه بزاف ما يدار، فقط اننا نبتعدوا شيئا ما على هذا الانتقاد في هذه الايام هذه، يعني على الاقل نحترموا هذا الشهر ومن بعد نرجعوا يعني الستيل ديالكم في اليوتيوب لان محتواكم وكتحترموا عليه، فقط اننا نحترموا فقط هذا الشهر العظيم. هذا هو الميساج اللي بغيت نقول في هذا الفيديو، ودابا خليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير البنات، عندنا هنايا الطحين اللي ديجا حمرته في الكوكوط وغربلته، التحمر ديال الكوكوط كيجي زوين بزاف، ما شاركتش معكم هذا الشيء. هذا السكر كلاصي اللي حتى هو غربلته. هنايا عندنا الزنجلان اللي تحمر وتطحن البنات، هذا الزنجلان اللي محمر وخليته هكا صاين صحيح. عندنا النافع وحبه حلاوه اللي ديجا تا هما طحنتهم وخلطتهم وغربلتهم. عندنا القرفه مطحونه، وعندنا تقريبا واحد نص كاس ما عامرش بزاف اسمحوا لي ديال المزهر، واللوز بطبيعه الحال اللي ديجا اننا طحناه بالقشره ديالو مليحه، وليدام اللي هو الزيت حتى كنطيبوها وكتبرد، والزبده كذلك كنذوبوها. دونك البنات انا غادي نخلط دابا قدامكم هادشي هذا وانتم معايا البنات. بسم الله غادي نبدا قدامكم كيف ما شفتوا، جبت واحد البانيو اللي غادي نخلطوا فيه. غنبدا باول حاجه غادي ندير الطحين ديالي، ثاني حاجه نديرو الزنجلان. انتم شفتوا انا دايره لي كاس ديال الكوزينه في يديا. شحال دايره ماما؟ نصو. صافي ماما راه حدايا كتوريني. دابا غادي نديرو اللوز. حنا لا ما كنديروش كاوكاو نهائيا نهائيا، واش كنديرو كاوكاو في يعني في الصفوف ديالنا. دونك هذا هو اللوز اللي ديجا طحناه حمراتو بعدا ماما بالقشره ديالو وطحناتو، غنديرو كامل هذا. شحال ماما ليك اللوز؟ تقريبا كيلو ونص. كيلو الله ربع صافي. شنو غادي ندير؟ ندير الزنجلان هذا اللي صحيح ماما قولي لي هذا بالقياس. شوفي تجي شوف، ندير بعدا السكر كلاص. شحال ندير؟ نديرو ندوقو حنا داكشي. واخا ناخذ هذه يلا انتي شوف، ندير بالمعلقه. لا ما كنحسبوش حنا المعلقه، زيدي ديري حتى تبداي تخلطي وندوقو. ها انتم البنات حيت هذاك راه كيلو السكر كلاصي. لا بزاف، غندير النص وانا نحبس. صافي ما ديريش كاع النص كثير برك، حبش بقاي انت حاكمه في الحلاوه. واخا لا لا، شحال من هذا؟ هذا راه ديجا خلطناهم حبه حلاوه والنافع. هذاك راه جاتني انا درتي بزاف السكر، نقصو درتي بزاف السكر حلو. المهم تي خصنا ونزيدو. ها انت لا لا، يلا قولي لي هذا. ديري هذاك جوج معاك عامرين مزيانين، وزيدي كاع وحده. عرفتي البنات الا قلت لكم واحد الحاجه، ما كنحملش شي حاجه سميتها السفوف ما كناكلهمش.
كيعجبونيش الريحه ديالهم كتعجبني، ولكن هما ما كناكلوش. ماما هادي زيدي ندير واحد اخر، ندير جوج. بسم الله تاع الملحه. ايوا هي البنات دابا عرفت ندير لك هنا حيت فيها القرفه. ايوا هي البنات غندير واحد بسم الله ديال القرفه ملحه لا ديال الملحه. شوفي ماما لا لا عندك ديري الملحه بزاف صافي. ونكب هذا الماء زهر، نكبو كامل. انا خلطت على داك الشيء الناشف، خلطت خلطت لنا شي بيضه. بسم الله على بركه الله. عرضات الوالدين هالبنا هو البنات خصكم تكونوا كتسميو الله اي حاجه ياك ماما. هادي الغرقه وديري يدي الدم الكوبيت هذا. بسم الله نبدا بالزبده ولا بالزيت؟ بحال بحال ما تكبش في كوب في خطر. انت كتبقى نديرو زبيده ليك ما ديريش هذاك الماء اللي عندها تحت. لا سير ديري الزبده ديري الزبده نديرها كلها في الزيت. اوكي حبسي تتخلطي واش نكمل ولا ديريها كلها حبسي؟ حبسي تتخلطي واحد ما ندير الزيت سوا. زيدي شويه الزيت وخلطي ولا خصك عاد تزيدي؟ واه ماما شوفي صافي خلطي هيا طلعت ريحة الصفوف. نكب هذيك اللي دار لا ديرش داك الماء تاع عليها معرفتش كيف هذا دابا سير الماء كتصوري كنصور هزي ندير هذا كامل لا ما عمر صافي تتخدمي تاني مشتو البنات ماما كتزيدني الدم بشويه بشويه وانا كن هو الصفوف كيبغي يتخلط مزيان البنات ويرتاح عاوتاني وعاد يتخلط شنو ماما عاد نزيدو في الشوكولا مزيانش تا كيرتاح قلتي ليا دابا كيتشاور مع بعضياتو كيتشاور حتى نذوقو دابا حنا غير كنخلطو ان شاء الله عاد غادي منين نشوفوه غير ارتاح نشوفو واش خدا لي دم ديالو وداك الشيء هو هذاك شنو اللي خصو على قوة الله اكبر عاد نزيدو ثاني شنو اللي خاص ولا هادي ماما راه تحكى شويه ديال السكر قاتو نصوص زوج شويه سكر كلاصي ايوا صافي البنات عاد نزيدو اللوز مهرمش كي قالت ماما ونزيدو البنات صافي ونقدمو لكم ديك الساعه في الشكل النهائي يكون زوين. هانتوما شتو راه كيبقى غادي اللون كيغمق بحدنا كنزيد ليه الدم هو اللي كيغمق
اللون كيخليه، وحتى هو ملي كيتداخلوا العناصر مع بعضياتها كي. المهم انا غادي نكمل التخلاط ديال الصفوف ونعاودوا نتلاقاو فاش نزيدوا اللوز ونوريكم الشكل النهائي ديك الساعه كي جا ان شاء الله. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الصفوف، كنتمنى يعجبكم وما تنساوش اللايكات ديالكم والبارطاج. شكرا لكم بزاف.